أنا محمد الأمين محمد المصطفى، ولدت قبل 3 عقود وسنتين من أرض المنارة والرباط من موريتانيا. تعني لي الفصاحة أن لا أكون ناطقا فقط، لكن أن أكون ناطقا مؤثرا قادرا على حمل ما بداخلي إلى الناس وعلى فهم ما بداخل الناس. قدري أن أعيش مع اللغة. السلام عليكم. عليكم السلام. ذات صباح جلست امرأة في شنقيط حيث يستقبلون الأبناء بآيات من كتاب الله ونسخة معتقة من الشعر الشعراء 6-7 الجاهليين. جلست تنتظر ابنا لتعلمه الفصاحة، فقد قرأت أن جمال الرجل فصاحة لسانه. مكث عندها 10 أيام ولكنه مات. ثم غادرت البادية إلى العاصمة علها تجد طبيبا أو قابلة تنقذ ولدا آخر. استقبلت الولد وكانت حينها تعيش ضجيج ما يموج به العالم العربي من حسرة وإنات. قررت أن يكون ذاك الولد قائدا يحمل هم أمه، وأن تقرئه حينما يناغي أول بيت: عدن تشتكي وكابل تذري الدمع والقرن مثقل بالأنين، فما بالك بعواصم العرب. ولد الولد ولكنه بعد 3 أيام مات. ولد لها آخر، كانت تريد أن تربيه على أن لا يمارس تلك العادات التي رأت بعض أبناء المدينة يمارسونها حين يسرقون. كانت تريد أن تعلمه: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. ولكنه مات. ثم ولد آخر، فأرادت أن تحمله كل تلك الهموم، هم العلم وهم الأمة وهم المجد وطلبه. سافر عبر بوابات عديدة، عبر بوابة العشق وعبر بوابة الطلب وعبر بوابة اللغة التي تلبسته صغيرا ولاقته كبيرا ليعمل بها معالجا معجميا في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. كان مغامرا، وآخر مغامراته أنه قرر أن يكون من بين الذين يرفعون قواعد اللغة العربية في زمن زحف عليها فيه ما لا يدرك من ويلات الركاكة. كان من بين الفصحاء، وكان من طرفه أنه وهو يخطو خطاه ليقف أمام اللجنة بشر ببنية زارت وطنه بعد قدومه، فقرر أن يسميها فصاحة. السلام عليكم.